السلام عليكم الأصدقاء ديالي الأعضاء. لما كنكون كنتكلم لكم على الأنواع ديال الطماطم الأصلية، فهذا هو اللي كنعنيه. كنتمنى أنكم تشوفوا هذا الفيديو وتشوفوا الفيديوهات الأخرين اللي قبل منه. هذه الأنواع الأصلية هي هذه، مثلا هانتوما كيبان لكم هنا لا لونغ بيري كما قلت لكم البارح. اللي شاف شي سميه مثلا وما عرفاش كيفاش داير يقدر يدير جوجل ويدير هذا الاسم، هذا لا هونغاريان هير، لا سان مارزانو، لا طومات بول سيرف مثلا، لا شوكولات ستريب، لا طومات سيريز ايلدي، لا كوبيا فيردي، لا اوسكار غونتي، انا كنعطيكم الاسماء، لا بلاك زيبرا، لا سوريز جرين انفي، لا اوسكار غونتي، لا كور دو بوف بلونش، وما تبقى لا اورانج بانانا مثلا، لا جومبو جيم. هادو كلهم انواع جيده واصليه. انا البارح كنت في الفيديو اللي درت البارح، فانا كنت نقلت وحطيت يعني جميع بزاف ديال المحابق وجدتهم، هما يبانوا لكم هنا، كنت وجدتهم ونقلت فيهم الانواع المطيشه، ولكن باقي لي بزاف الانواع. هاد الانواع هادو غادي نحاول ما امكن باش ننقلهم لهنا لهاد المحبق هادو اللي كاينين عندي هنا، اللي فيهم اشجار ديال الفاكهه، غادي نفرق عليهم وكنحاول غادي يمكن يعني ندير كل نوع نديرو بوحدو، كل ماشي كل نوع، يعني بحال دابا لا طوماط سوريز يعني اللي هما صغيره، يعني سوريز هي بحال حب الملوك، بحال يعني الكرز، الطماطم الكرزيه. هاد الطماطم الكرزيه فيها الانواع، فيها حمراء صغيره مدوره، فيها خضراء، فيها اللي دايره على شكل ديال التفاح ولا بو يعني بوعويد، كل حاجه مثلا كل نوع كيفاش داير. كاين سوداء، كاين الخضراء يعني مطاشيه يعني فيها خطوط حمراء، يعني على حسب. اذا ان شاء الله غادي نحاول باش ندير هذا الشيء، هذه الخدمه اليوم. انا البارح خدمت، البارح كنت كان شويه عندي الشغل يعني شويه ثقيل، ولكن معليش ماشي مشكل. بعض الاصدقاء اللي كانوا سولوني على هذه النبته هذه، فهذه النبته يعني هي في شكل ديال العصاريات، هيا تبان لكم عصاريات. هي عندي مزروعه في هذا المحبق هذا كما كيبان لكم، هذا المحبق اللي فيه شجره ديال التين، عفوا على قبل الطول، اذا في هذه الشجره ديال التين، وهبطتها لتحت وحطيت من تحت منها واحد يعني واحد المحبق صغير تحت منها باش يهزها شويه. هذا هو علاش كتبان لكم بحال شلال، بحال شلال. وبالمناسبه فانا كنهدي هذا الفيديو للاصدقاء ديالي في المجموعه ديال تعلم الزراعه المنزليه، ومن ضمنهم بطله كربلاء، هاله، وسي هشام، سي توفيق الزوجه ديالو، المهندسين اللي معانا، الدكتور سفيان، وكلهم تقريبا كلهم كنهدي لهم هاد الفيديو وهاد الصوره. هديه لكم. وهذا الجيرانيوم. اذا هذا مكان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.